أمرت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار للكاتبة الأمريكية إيجين كارول التي اتهمته في وقت سابق بضربها واغتصابها في متجر للملابس والتشهير بها. فبعد أسبوعين من جلسات الاستماع لكارول وللشهود خرجت كارول من المحكمة مبتسمة بعد أن أعلنت هيئة المحلفين عن براءة ترامب من قضية الاغتصاب التي اتهمته بها كارول كون الهيئة لم تجد أي دليل لواقعة الاغتصاب، لكنها أمرت ترامب بدفعه لغرامة قدرها 5 ملايين دولار للاعتداء عليها بالضرب والتحرش بها والتشهير ووصفه لها بأنها كاذبة. طبعا ترامب لم يلتزم الصمت وكعادته كتب على منصة تروث سوشال وقال إنه لا يعرف من هي هذه المرأة وإن هذا الحكم إزعاج بالنسبة له. عاد ترامب ونشر منشورا آخر قال فيه إن الحكم غير عادل، ولابد مشاهدينا أن نذكر أن ترامب قال سابقا بأن هيئة المحلفين لم تسمح له بالدفاع عن نفسه بالاتهامات الكاذبة لكارول على الرغم من أنه مرشح سياسي حالي، وقال إنه مهما كانت النتيجة سيستأنف الإسكات غير الدستوري له كمرشح.